البرنامج واحنا نشوف اللباس. في فقره رسميه وخصم، ما خصم عليهم، لكن في الاخير خصم على وليد وعلى الزعيزعي 500. الله، ميزه البرنامج. شو العجيب؟ ان الخصم شاهي يجيك في صحن رز، تمسي رز يا اخي. سكران مغطيه اليوم روقين يا شيخ، امسي نفسك سم الشم تاكل حي، فخر لما تمسي ورا والله غش تمسي ورا خلاص. اليوم ما فيه، اليوم ما في، احنا ما احنا فاضيين، عندنا شغل، عندنا شغل. جيب 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 كلوز يا بابا. اي صح، خلني اشخص دقيقه. يلا سلام، عندنا شيء باش اشخص دقيقه. حلو، يقول لك خصم على الزعيزي ووليد بليه عشان ملابسهم. ملابس، طيب شوف اللائحه حكم الخصم. الخصم اللبس غرلاق 300. 300 ليش 500؟ مع كود الخصم عندهم جمهور. مع كود الخصم زود عندك جمهور 200. عندك جمهور. طيب خلينا نقطة ثانية، تفضل اللي بعدها سعود. تفضل، لا تقلب الصفحة حتى تقرأ السطر الأخير. بقرأ السطر الأخير. تفضل. طب في قضية قبل ثلاثة أسابيع، وين قضية مقطع قبل ثلاثة أسابيع صور مع أستاذ علي الكلثمي حفظه الله ورحم الله والديه. آمين. ثلاثة من الشبان في برنامج كاريزما يسبحون بنفس الملابس التي أنت خصمت فيها على وليد. كيف مرت مرور الكرام؟ مقاطع كثيرة. ليس هذا المقطع الوحيد. ولا ملابس وفنايل. أنا ما أبغى أسوي مقاطع ثانية. أنا أبغى هذا المقطع بالذات. ليش؟ إنما مصائب كثيرة لكن يختارون على كيفهم. 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 طيب كيفهم هذه إذا يعني واحد يعني أي فقرة ثانية أنت سيد القاضي. شكرا أيها المحامي علي. سيد شكرا القاضي. شكرا محامي نواف. نقطة أخرى. قضية جديدة من نفس القضية. كيف اختفى المدافعون؟ أي المدافعون؟ اللي هم مالدين وكلين، قصدي اللي هم اللي هم يا شباب المحامون. ما في محامون. المحامون. ما في، ما في. فقرة المحامون كانت نسوا. لقد نسوا. 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 لماذا؟ لأنها كانت نسوا. فقرة في تشويش، فقرة إبداعات، توقع في تشويش في الصوت، هم يحاولوا التشويش لنا من الكنترول لكن يأبون. والله لو أطلع بث استقرار طيب. مثل مفلح المشعي في السوق. أنا أكمل حلقة كملها، فاهم ولا لا؟ فكيف انتهت فقرة المحامين اللي طيب. كانت مفروض تكون إهداءات وفرح وتهاني محاكمة لهذا. بلا محامي. طيب انتهى، هم عادوا محامي. طيب اللي بعده، خروج عادل بن هيف ومهند الفيصل.